أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن قناة الجزيرة القطرية وبعد انطفاء بريقها الكاذب وفقدانها للتأثير تواصل نهجها الفج في استهداف الدول والشعوب العربية بأسوأ السبل وأكثرها إسفافا. أشار سعادة وزير شؤون الإعلام إلى أن محاولات قناة الجزيرة القطرية الاتصال به وبمجموعة من المسؤولين عبر أرقام غير معرفة وتسجيل محادثاتهم الصوتية دون علمهم وموافقتهم الرسمية واستفزازهم بأساليب دنيئة جبل علي هذا الإعلام يعكس ما وصل إليه الإعلام القطري من قل سنع وانسلاخ عن العادات الخليجية والعربية الأصيلة. وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام أن حل الأزمة القطرية لن يكون إلا من خلال عاصمة القرار العربي الرياض وليس عبر مرتزقة أفلام دخيلين على مهنة الإعلام ولا يؤمنون بفكرة أو فلسفة أو مبدأ سوى إيمانهم بأجورهم الشهرية.